السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أحمد نجم من شركة أوربكس في النظرة من الأسواق اليوم الموافق 29 سبتمبر 2020. في البداية بنبدأ تحليلاتنا بمؤشر الدولار إندكس واللي تهاوى نوعا ما من أمام مستويات 94.70 نقطة. طبعا هذه مستويات كنا ذكرنا بالأمس أنها مستويات مقاومة عنيفة جدا سيشهدها الدولار الأمريكي، ولكن فشل في اختراق هذه المستويات. يمكن السبب الأساسي في فشله في اختراق هذه المستويات هو الحديث من الكونجرس الامريكي عن عودة النقاش مرة اخرى حول الحزمة التحفيزية المقدمة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، او المقترح المقدم من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والذي نادى كثيرا بضرورة اقرار هذه الخطة التحفيزية، وتحدث على ان هذه الحزمة ستكون مقدمة بشكل كبير الى النشاط الخدمي المتأثر بشكل كبير من عملية ومن فيروس كوفيد-19 في الفترة السابقة. ايضا هذه الحزمة ستكون ب 300 مليار دولار كما اعلن سابقا دونالد ترامب، والكونجرس تحدث على انها حزمة ضعيفة ولن تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد. هذا ضعف بشكل كبير جدا من اداء الدولار الامريكي، ده تداول الان عند مستويات 94.19 نقطة. اعتقد اننا سنشاهد مستويات 93.80 نقطة في القريب العاجل، وستكون مستويات دعم جيدة جدا تدعم الدولار الامريكي من مواصلة الانخفاض، وربما تدعم الدولار الامريكي في الارتفاع من جديد للعودة الى مستوياته السابقة عند 94.75 نقطة واختراق هذه المستويات الى الأعلى. طبعا سيكون لدينا خلال هذا الأسبوع البيانات الخاصة بسوق العمل، وهي من ستحدد مصير الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة. يمكن بالنظر إلى تداولات الدولار الأمريكي في الفترة الحالية في هذا السياق سنشاهد أن هذه المستويات هي بالفعل مستويات قمة مرتفعة جدا ومستويات بيك عالية جدا. أعتقد أن التصحيح سيكون جيد جدا وسيدعم المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة. هذا بالنسبة لتداولات الدولار الأمريكي والانخفاض الذي شهده. ايضا ننتقل لتداولات اليورو امام الدولار الامريكي، والذي ارتفع في تداولات الامس من مستويات 1.16، وهي كانت مستويات هامه جدا في اداء اليورو امام الدولار الامريكي، وكنا ذكرنا هذا ايضا بالامس كما نشاهد من الرسم البياني في عمليه التصحيح التي نشهدها. ومن المحتمل في حال العوده مره اخرى لاختبار مستويات 1.16 ان نشهد كسر هذه المستويات والعوده للتراجع الى مستويات 1.14، ولكن بالنظر الى اطار زمني اصغر كما نشاهد من الرسوم البيانية يتضح لدينا التكون وبداية تكون نموذج هيد اند شولدر في المستويات الحالية كما نشاهد من الرسوم البيانية، والكسر الحالي يدعم المزيد من الارتفاعات لمستويات عليا كما سنشاهد من الفترة والباترن وهدف هذا النموذج إلى مستويات 1.1730. هذا ربما مستهدف قريب لتداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي، ولكن بالنسبة لتداولات الدولار أمام الين الياباني انخفض بشكل كبير خلال تداولات الأمس وصولا الى مستويات 105.40 نقطة. طبعا هذه المستويات مرشحة لمزيد من التراجع مع تراجع مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس، وفي الفترة القادمة ربما سيكون الدعم لدينا عند مستويات 105. كسر هذا المستوى سيمثل عودة مرة اخرى لسيناريوهات الهبوط والتراجع للدولار الامريكي امام الين الياباني. ننتقل سريعا لتداولات الدولار الاسترليني امام الدولار الامريكي واختراقه للقناة الهابطة التي متشكلة في الشكل الحالي ووصول 1.29، وهي مستويات هامة جدا في أداء وتداولات هذا الزوج، وأعتقد أن كسر هذا المستوى سيدعم الارتفاع إلى مستويات 1.30 على المدى القريب في حال كمان أيضا استمرار تداولات الدولار الأمريكي السلبية في الفترة المقبلة، سيدعم الوصول إلى مستويات 1.30. وكما نشاهد من هذا النموذج يدعم هذا الحديث بشكل كبير. ايضا بالنسبه لتداولات المعدن الاصفر فقد ارتفع نتيجه للتراجعات التي شهدها مؤشر الدولار الامريكي، وصولا حتى الان يتداول عند مستويات 1885 دولار للاوقيه، وفي الفتره المقبله من المحتمل ان نعاود التراجع مره اخرى الى مستويات 1836، وكسر هذا المستوى سيدعم المزيد من التراجع الى مستويات 1745 دولار للاونصه. طبعا هذا في حال تراجع واستمرار الدولار الامريكي في عودة الارتفاعات من جديد في الفترة المقبلة، ولكن في حال استمرار هذه السلبية اعتقد ان المعدن الاصفر سيواصل الارتفاع لاختبار مستويات 1900 دولار للأونصة. ننتقل اخيرا وسريعا لتداولات النفط، وما زالت التداولات عند مستويات 40 دولار للبرميل، وهي التداولات تقريبا الامس كما ذكرنا، وما زالت التداولات عرضية وتداولات محايدة الى وصول المستويات 42 دولار او 45 دولار ستكون مستويات بيعية، او وصول لمستويات 35 دولار ستكون مستويات شرائية. هذا كان كل شيء لدينا خلال اليوم، نتمنى حضراتكم يوم سعيد ان شاء الله وتداولات مزيدة جميعا. شكرا لكم.